الموضوع هذه طلبت فيها حتى يجيبوا لي غير التيتر ديالو ويرسموا لي فين الا كان ديروا كاع تما فيديو شويه هبط عفاك هبط شويه هبط لا وين دابا غادي نجيب واحد الاله ديري فيها الشيك خدام عليها غادي فيها الشيك ويبان لك واش فيه الفلوس ولا ما فيه الفلوس باش ما بقاش باقي شي شيك يرجع لك طاب الله عليك نموذجي درت البنود مع وزاره العدل مع وزاره الانتقال الرقمي رغبه منا في تسهيل ولوج المغاربه للعداله وممارسه تحقيق في التقاضي. وهذا النموذج كما كتشوفوا نموذج جيد غادي يسهل على المتقاضين الولوج الى العداله ورغبه منا في تعميم هذا المشروع هذا على المستوى الوطني. درنا النموذج هذه وكنشوفوا انه نموذج انيق نظيف وكذلك يسهل العلاقات وخاصه من ذوي الاحتياجات الخاصه هما اللي عندهم نوافذ خاصة اللي غادي يسهل لهم كذلك الولجة للعدالة. والمشروع غادي نعموه إن شاء الله على المستوى الوطني. شكرا. فضاءات الاستقبال في محكمة ابتدائية ديال برجيت. الفضاءات الاستقبال هي واحد الفضاءات مفتوحة اللي تتمكن على أنه المواطنات والمواطنين منين يجيو للمحكمة يقدروا يولجوا للخدمات بواحد الطريقة سهلة وسلسة وشفافة. كما انها كاينه ولوجيه خاصه بالنسبه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. هذه تجربه نموذجيه في انها ان شاء الله غادي تزاد توسع الاطار ديالها. هذا المشروع هو جا تنزيل البرنامج الوطني تحسين استقبال المرتفقين اللي تتسهر عليه وزاره الانتقال الرقمي واصلاح الاداره. كما انه جا تماشيا مع الرؤيه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو لتاكد على ضروره ديال تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل الولوج ديالهم للخدمات العموميه. وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.